هل في برضو يعني اساليب معينه لنظافه الفم والاسنان بالنسبه للبيبي، وهل ده مهم ولا مش مهم؟ هذا مهم جدا طبعا. احنا من اول لما البيبي بيتولد واحنا بننظف اللثه عنده بحته شاش صغيره بنلفها على صباع الام، وبتمسح في بعد الرضاعه وبعد الحاجات دي كلها بتمسح في الاماكن دي كلها. طبعا لما الاسنان تطلع برضو بنبتدي بنمشي نفس الوضع لحد لما الولد يبقى مثلا سنه ونص سنتين قادر بيتحرك شويه، ممكن نبتدي نغسل بفرشه اسنان صغيره خالص بنحط عليها نقطة معجون. يعني هي الفكرة كلها مش في المعجون، غسيل الأسنان الفكرة كلها في الفرشة نفسها أهم طب في بكتير بعض جدا الناس من المعجون. ما اعرفش ده علميا يعني هل صحيح ولا لا، بتقول ان مرحله الطفوله يعني مش محتاجين فيها يبقى في فرشه، استخدام فرشه الاسنان، لان ده بيأثر على طبقه المينا الخارجيه، وكمان المعجون ممكن يبقى ليه بعض الاثار السلبيه على صحه الاطفال، فحضرتك يعني وضح لنا صحه المعلومات دي. موضوع صحة الأطفال ده هو ده خاطئ جدا، إن الفلورايد اللي موجود في معجون الأسنان ده بيكون قليل جدا وبنسبة محسوبة، اتفضل. بيكون بنسبة محسوبة مع الأطفال، وهو فيه فلورايد كمان في ال في صورة يعني لو حضرتك شايفها كده بالنسبة لنا، دي خاصة بالأسنان اللبنية بالنسبة للأطفال. دي خاصة بالتسوس اللي بيحصل في الأسنان دي اللبنية والإهمال، لأن يعني في أطفال بتوصل للشكل ده وهي عندها 3 سنين، سنتين 3 سنين 3 سنين. أسنانه بتبقى بالشكل ده. المفروض أول سنة دايما بتبتدي تظهر وإحنا عندنا 6 سنين، الأسنان دايما بتبتدي تظهر في فم الطفل وهو عنده 6 سنين، فهو عنده طفل عنده 3 سنين أو سنتين بالشكل ده هيفضل بالشكل ده 3 سنين. فسوء تغذية رهيب جدا، مش النمو بتاعه مش هيبقى كويس، الأسنان هتتأخر في الطلوع لأن هو ما بيتغذاش كويس بشكل كويس. طب نبدأ كده من تسوس الأسنان يا دكتور، وفي الأسنان اللبنية بالنسبة للبيبي نفسه، يعني بعض الأحيان في برضه تقارير بتقول إن الرضاعة الخاطئة ممكن تتسبب في تسوس الأسنان، فهل ده يعني طبعا يعني شعب بيحب السكر جدا ففي ساعات امهات عشان الولد يسكت بتحط له ميه بسكر في البيبرون بينام بيها. لا الحليب نفسه ما الحليب نفسه كمان في ضرر لو فضل نايم بيه، ما هي نفس المشكله، الحليب او الميه بسكر او الحاجات دي كلها اي حاجه محلاه الولد بينام بيها بتركن على جنب، بتفضل معرضه لسنان بالشكل ده، البكتيريا بتاخد السكر ده كله وبتحوله لاحماض، بنشوف يعني الشكل اللي احنا السكر ده شفناه على السكر. اكبر خطر على الاسنان يعني انا وخاصة خاصة جدتي الاطفال. دايما كانت بتديني السكر ده كده في معالي، فيعني دي حاجه عشان كده غلط محدش يعمل كده طلعت طبيب اسنان. عشان سناني.